مواضيع انت خطيف هو اصل رضيفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع انت خطيف ما هو اصل ضيفه لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف حاجة. مش معقولة الحاجات اللي انت مش معقولة انت التاني معقولة عروسة زيكم يا فراشة حلوين منورين اهلا وسهلا اهلا وسهلا خير رحب بكل مشاهدينا في كل مكان اتمنى تقضوا عندنا وقت حلو النهاردة في اربعة شارع شريف وتشوفوا حاجات جديدة ومختلفة مع سكان الشارع النهاردة الشارع مفهوش ضيوف النهاردة السكان هم الموجودين وحلقة الخميس حلقة نهاية الأسبوع يا رب تتبسطوا عندنا فيها عندنا النهاردة أكلات لطيفة جدا وشيف يوسف منور أهلا أهلا ازيك يا شريف وحشتني وانت جدا أخبارك إيه تمام يا حبيبي كله تمام زي الفل عامل عمال مع كوكي جولد النهاردة أنا بحب المنتج ده قوي كوكي جولد عامل هوت دوجز حلوة قوي قوي هوت دوج هنعمل بيها شغل جميل النهاردة أوكي إحنا من كام يوم استخدمنا الجمبري كان يجنن بجد طب انت هتعمل ايه بالظبط احكي لنا احنا هنعمل هوت دوج بالخضار والفلفل والتشيز هنعمله ساندوتشز وهنعمل النهارده سلطه جبنه الماعز سلطه ايه جوت تشيز جبنه الماعز لا اقولها بالعربي جبنه الماعز الماعز ايوه والله قاعد احفظ بيها ربع ساعه ما تلخبطش طبعا انت مكسوف قوي انت بتقول معزه صح محرج ده حقيقي طب اعمل صوت المعزه لا 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 هتعمل في ديف في ديف في مين ديف بعد كده يلا لا اعمل صوت المعزه بس ما انا مش هخلص الحلقه غير ما تعمل صوت المعزه والله لو اعرف صوتها ازاي كنت عملت لا يا يوسف لا اكيد لا يعني ليه ما تعرفش تعمل صوت المعزه ما شفتش حاجه طيب ما شفتش معيز ماشيه في الشارع بتمقمق لا عندناش معيز عندكم انت ساكن في الكومباوند بالظبط كده في كلاب في الكومباوند مش خليك تهوى حلني بقى طيب بعد ما نخلص مع شيف يوسف اكرم وهيعمل هوت دوج النهارده وهيستخدم منتج كوكي جولد عندنا فقره دايما هتشوفوها معانا خاصة بتورنيدو أول ما نقول تورنيدو هنقول منتج محترم جدا بجودة عالية جدا وسعر مناسب وهنشوف دايما يوم الخميس عندنا أو هنتكلم دايما يوم الخميس عندنا عن منتجات العناية الشخصية الخاصة بتورنيدو والنهاردة هنبتدي بالسشوار وهيكون معانا دايما في الفقرة ميرا شريف خبيرة التجميل وهيكون معاها واحدة من بنات الشارع المودلز والنهاردة هيكون معانا موديل كاترين مشرفانا ومنورانا اهلا وسهلا ازيكم ازيك يا شريف اخباركم ايه الحمد لله حلوين تمام كله تمام حلو شمالك جايه منكوشه كده لا ما انا هظبطها بقى النهارده بمنتجات أيوة تورنيدو ما تقلقش هتعملي لها ايه بتورنيدو هعمل لها شعرها بالسشوار بتاع تورنيدو وعشان خاطر نقلل بقى شويه الهيشان وندي لمعه للشعر ايه موضوع الايونات بقى الايونات دي بقى خاصه بهيشان الشعر والشعر المتطاير اللي بيبقى واقف البيبي هير اللي بيبقى واقف ده ولمعه الشعر هم أوكي. دول يعني الايونات دي مسؤوله عن الكلام ده ودي موجوده في السشوار اللي هنستخدمه النهارده بالظبط منورانا ميرسي. اهلا وسهلا اهلا بي. بعد ما نخلص مع ميرا شريف فقره تورنيدو هنشوف شويه زومبا مع اول ما نقول زومبا يبقى مي عادل ومعاها شيماء النهارده موجودين اهلا هاي يا شريف هاي مك الحمد لله سلام الله يسلمك اخباركم ايه الحمد لله كله حلو كله حلو ازيك يا شيماء تمام انت قصيتي شعرك زياده طبعا. ما شاء الله عليك منوره هنعمل ايه النهارده هنعمل النهارده 3 تراكس هيعجبوك كده راجعين بقوه بقى النهارده بس انا هقعد مش هتحرك ليه عشان ممنوع اتحرك شهرين كمان طب يعني في مكانك كده ده انا نازل الشارع بالعافيه يا بنات منورينا اهلا وسهلا بيكم وختامها مسك
وبرنسيست الشارع قاعدة ورايا ومش عارف نازلة لنا النهاردة بالبيجامة ولا إيه؟ أوه. اه يخرب نازلة بالبيجامة بس مش كاستور. ندى زنانيري، اهلا 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 يا ندى، ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ سلامتك، وحشتيني، نورت الشارع. منور بيكوا انتوا سكان الحلوين. ايه موضوع البيجامة لوك ده؟ ايه رايك؟ هو لايق عليك، هيليق على كل الناس؟ اه هيليق على كل الناس. واحنا فاكر يا شريف لما قلنا لما انه نزلت الموضه ان احنا نجيب السات على بعض، يعني قطعتين من نفس القماشه او من نفس اللون، وقلنا ازاي هنلبس كل واحد لوحده لو احنا عايزين نلبسه سات على بعض، او لو انا عايزه استخدم التوب لوحده والبنطلون لوحده ازاي نقدر نستخدمهم. احنا عاملين لك النهارده استثناء عشان انت عارفه الدريس كود بتاع الشارع. صح، فساتين بس وجوبات. انا دايما بلبس فساتين بس وجوبات. النهارده ما هو بس النهارده كده البيجامه لازم تبقى بنطلون، فهنعدي بس النهارده كده. هنتكلم عن ايه النهارده؟ على البيجامات ولا ايه؟ لا هنتكلم عن حاجه تانية، هنتكلم عن سواريهات. بالعكس بقى، النهارده هنتكلم عن سواريهات، ازاي نعمل فساتين سواريه بتاعتنا عندنا، عشان دلوقتي بقت الافراح كلها اوبن اير يا شريف. احنا في اخر الصيف هيبقى ده احسن جو للافراح، هيبقى مناسب جدا. ازاي نختار الفستان يليق علينا، وازاي اختار القماشه بتاعته، يعني قبل ما اخش في الموديل ايه القماشات على حسب جسمي اللي انا اعرف انا ايه. لان في قماشات بتتخن. مظبوط. وفي قماشات لما بتتعمل درابيه او حركه معينه بتعرض. جايه لك النهارده في الدرافيه. ايوه منوره يا ندى. اهلا وسهلا بيكي. دول سكان شارعنا النهارده، يا رب تتبسطوا معانا. خلونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع شيف يوسف. خليكم معانا لو سمحتوا، يلا بينا. رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بيها معنا خشوا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف. ممكن كمان تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. والنهارده عندنا الأكلات حلوة خالص. شيف يوسف منور. أه حبيبي ده نورك. إزيك يا أستاذ؟ إزيك؟ أنت حلو؟ تمام زي الفل. كوكي جولد عاملة عماين. أه أه المنتج ده أنا بحبه جدا أصلا. أنت لسه كنت بتقول لي. أه وأنا بشتغل بيه على طول أصلا في البيت، هو عندي. أوكي. فلأن طعمه هوت دوج مميز قوي. ما حسيتش بغربة بقى وأنت لا خالص، متعود عليه. وأنت عامل حاجات مختلفة كتير النهاردة. قلنا نلعب شوية النهاردة. طيب احكي لنا كده، أنا هشاور أنت تقول لي. يلا بينا. إيه ده؟ هنعمل ساندويتش هوت دوج بالفلفل الألوان والجبنة الموتزاريلا. أوكي. وأنت هنا عامل حاجات مش هنعملها بس أنت موري أفكار. أه. إيه دي؟ دي عجينه عاديه زي عجينه العيش، بس انا بستعمل فيها الهوت دوج وبدخلها الفرن بتطلع بالاشكال. عامله زي الكب كيك. احنا بنلعب في الاشكال بس هي كلها هوت دوج، فكرتها هوت دوج. وده دي سلطه جبنه الماعز او الجوت تشيز. الجبنه دي مفيده جدا جدا. وهنا بطاطس محمره. اه فرن ديسبين. طيب خليني اقول لك احنا ليه اخترنا عندنا في 4 شارع شريف نستخدم منتجات كوكي جولد. اولا كوكي جولد فيها كذا حاجه، عملنا قبل كده الجمبري وقليناه قدامكم وشفناه قد ايه ريحته وطعمه كان يجنن. في التندر تشيكن، في سمك فيليه، والنهارده هنستخدم هوت دوج من كوكي جولد. العبوه فيها 5 قطع كبار هنوديها دلوقتي للناس. وزن العلبه 500 جرام يعني نص كيلو. المنتج من لحم صافي 100% ومدخن وريحته مميزه قوي، وريحه التوابل اعجاب هتلاقوها ظاهره فيه جدا. المنتج كمان كامل الطهي وجاهز للاكل بمجرد تسخينه حوالي 5 دقائق على الشوايه او في الطاسه. طيب دلوقتي شرحنا المنتج بتاعنا النهارده، انت عندك مقادير؟ اه عندي مقادير. قول المقادير. نقول مقادير. اتفضل. مقاديرنا هنحتاج علبه هوت دوج كوكي 500 جرام، معلقتين زيت، 2 معلقه زبده، كوب فلفل الوان، كوب بصل شرايح، كوب جبنه موتزاريلا، ومايونيز وكاتشب. اوكي يلا بينا. سهل خالص. ده ساندوتش بسيط قوي. انا جاي لك تيجي معايا عشان نفتح الباكج. تعالى بقى. ايه انا ما بص بقى عشان انت استاذ في ال بص لا اهو بص اهو هنا عاملين لك مكان ايزي اوبن اهو. تشد كده اهي اتفتحت في ثواني. نطلع الهوت دوج. احنا قلنا 5 قطعة. بص انا بعرف الهوت دوج الحلو من لونه. لونه يجنن. لونه ما فيهوش، مش محطوط فيه مواد حافظه كتير عشان خاطر يبقى لونه غامق. لا استنى عايز مقص ولا لا اهو
عاملين لنا كل حاجه بيحبونا. كوكي جولد عاملين لنا كل حاجه اهو منتهى السهوله. اتفتحت اوكي انا ما عنديش خلق زيك والله. لا انت راجل ضيق. انت راجل فنان اهو. بس خلاص خلاص ماشي هحطهم لك على القرمه. يا ريت بعد اذنك اهو. كوكي جولد اهو خمس قطع انا هقطع واحده وانت تكمل. يلا بينا. انا هقطعها بالشكل ده. لا انا هكمل اللي انت قطعهم كله. طيب خلاص يبقى ايه حضرتك هتعمل لي ايه بقى؟ حط لي كيوب زبده واحد في الزيت. انا طاسه فيها شويه زيت زيت عادي مش زيت زيتون عشان طعمه ما يغيرش. وانت بتعمل ايه؟ انا بقطع الهوت دوغ. اوكي هتشوحه في الزيت؟ احط ايه بقى بعد كده؟ بصل او كده؟ يا سيدي نبتدي بالبصل ده؟ كله؟ زي ما انت عايز بقى احنا بنلعب مع بعض. انا بحب البصل بصراحه. وانا كمان. وبعدين؟ بعدين الفلفل الالوان. بصل وفلفل كده. وبعدين؟ وبعدين هحط الهوت دوغ. استنى بس دول هتاخد تشويح الاول. ماشي اوكي. خلي بالك هو مستوي ها؟ انا عارف. هو بس احنا عشان عايزينه ياخد طعم الحاجه بتاعتنا. لكن هو فولي كوك. انت الساندوتش هتحط فيه البصل والقبل. حلوه الفكره. هيبقى لذيذ. جدا. انا اوريدي واكل منه قبل ما يجي. يلا. يلا. كل. معلش اسفين يا فندم. ونشوح بقى. اديني تقليبه حلوه. انا ممكن اساعدك لو عايز. احسن لك. انا كده. طيب. وبعدين طبعا شويه ملح وفلفل. انت بقى تفتح ال هات بقى قرمه ثانيه وفتح سندوتشات. لا احنا هنلعب بقى. استنى انت هتتفنن لي دلوقتي. انا جايب لك كام حاجه والله. احطك في التشالنج بتاع الفن اللي انت بتعمله كل مره. اهو كده اتشوح وريحته طلعت. بص بقى طبعا احنا المفروض نسيبها شويه البصل يدبل بس انا احبه سنة. انا بحبه كرانشي. جبنه موتزاريلا. حط بقى الجبنه. حط شويه لو عايزها يعني. لو انا مستعجل بغطيها. لو مش مستعجل بطفي عليها واسيبها هي اوريدي بتتاكل. هنعمل ايه بقى في هذه الاثناء؟ نبتدي بقى نحضر الساندوتشز. يلا. انت هتعمل كل واحد شكل. يلا بينا. ولو عايز كمان طبق من غير ساندوتش ونحط جنبيه فرايز زي ما انت عايز. لا لا لا. يلا. يلا. ايه اول واحد؟ نبتدي اول واحد تحط ايه؟ مايونيز. انا هحط لك حاجه لطيفه. احلى. احلى بكتير. يلا يلا بينا. انا هعمل ساندوتش وانت ساندوتش. انت هتعملهم كلهم انا النهارده ليه مزاج ان انت تعمل كل حاجه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هقلق. لا ما تقلقش بالعكس. طيب مايونيز. حطيت مايونيز وحطيت كام واحدة خس. اول طيب. ما تبتدي تسيح معاك هسيح. بص 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 بتمط ازاي. قرب ايدك بس جوه شويه. سوري. اهي بس اللي بعده. هات واحده كمان. اللي بعده. يلا تحفه. ممكن بقى ايه؟ مستردة وكاتشب. مستردة وكاتشب. بالليل على العشاء بقى ده في الايه؟ يبقى جاي لنا ناس. هو احلى حاجه ما بياخدش وقت لان هو ثواني. هو مستوي. هو اصلا كوكت فحلوه قوي يعني. اهو بص الجبنه بتمط ازاي. قرب ايدك جوه الطاسه عشان ما نقعش بره. اهو اهو واو. استنى بص 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 الجبنه بتمط ازاي معاه. تحفه. ممكن بقى ايه تطفي لو عايز انت كمان لان هي هتفضل تسيح ما تقلقش. ماشي. اللي بعديه
نعمل بقى ايه رايك طبق وفي جنبيه فرايز ولا بلاش؟ هتعمل ايه؟ استنى لا بس مش ده بلاش ده أكيد. طب اهو اهو امسك ده عجبك عايز طبقك ماشي انا جايب لك طحينه ليمون معصفر بص بقى مايونيز ايوه كده مش لا بقى الجبنه خليته حلوه قوي بصراحه وبعدين ناخد تاني اهو اهو ريحته تجنن يا ولاد وسهل هو حلو قوي عملنا فعلا. طبخه في ثواني من غير ما نعمل مجهود بصراحه ميرسي كوكي جولد وبعدين ناخد بقى اللي انت عايزه عندك بقى حاجات كتير اوبشنز كتير النهارده ممكن اخد من ده طبعا ممكن تاخد من ده كل هنا كل الحاجات دي هنا عشان نلعب بيها ده ايه ده خاص ده خاص خاص بتاع بره ده خاص مصري ايوه كده ارجوك بس بيتجاب سوا اهو ليمون معصفر شويه بطاطس بقى نحط عليهم شويه ملح وفلفل ده بقى طبق حلو قوي 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 وسندوتشات تجنن في ثواني يعني في ثواني بجد ادي طبق وادي ثلاثه ساندوتش وادي اثنين ساندوتش عايز تعمل ايه كمان؟ بس اعملي بقى بالطحينه اعملي بابا غنوج دي ولا ايه؟ لا دي ده. مايونيز وده ايه؟ وده بابا غنوج طب يلا بالطحينه واحده طحينه ماشي يلا بينا اغرقه طحينه كده انا هاخد معلقه صغيره بعد اذنك اهي عشان يبقى عنب بالمايونيز كاتشب ومستردة واللي بيحبوا الطحينه نعمل لهم بالطحينه غرقه لي طحينه بس من عينيا الاثنين هموت في الطحينه يلا تعالى لي بقى كده لاخر ساندوتش يلا وجنبيه بقى نعمل ممكن سلطه تبقى وجبه لطيفه جدا والمدارس هي داخله ممكن الولاد يرجعوا نعمل لهم يوم في الاسبوع حاجات زي كده هيتبسطوا عشان ما يبقاش كل يوم طبيخ 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 وهو حلو ان هو 100% بيف ما فيش اي حاجه لحمة. فدي دي انا حاجه بتهمني صاف. جدا طيب احنا كده عملنا اول حاجه بكوكي جولد طيب عايز تعمل ايه دلوقتي لو ينفع نعمل السلطه بسرعه يلا بينا قول لنا مقادير السلطه مقادير السلطه اتفضل يا استاذ هنحتاج كوب جبن ماعز هنحتاج كوبايه صغيره فستق كوبايه توت بري مجفف كوبايه بقدونس مفروم ملح وفلفل وخس اوكي سوري دي المقادير بتاعتي اوكي ايه بقى بص هجيب لك طبق تغرف فيه على طول اهو اهو معايا برضو انا جبت كل حاجته جاهز النهارده انا مش جاهز مش عايز استخدم حاجتنا لا ده بيتي ده بيتي وده بيتي شرع صح يلا طيب انا هحط شويه خس هي جبنه الماعز دي احنا مش متعودين عليها بس هي مفيده قوي قوي ايه اللي ما يلاقيهاش وعايز يعمل بجبنه قريش اهلا وسهلا طبعا هي بس يعني طعمها مميز شويه ممكن زيت زيتون بتهيألي دي اللي بيعملوا بيها في جبنه اسمها كامامبير لا دي دي حاجه ثانيه بتتعمل برضه بالمعز زيت زيتون وده توت بري لو ما لقيتوش حطوا زبيب ممكن زبيب جدا وده شويه بقدونس اوكي وفستق فستق مجروش ده يتقدم جنب الساندويتش او الطبق اللي عملناه النهارده بكوكي جولد بالظبط كده هيبقى لطيف جدا ميرسي يا شيف يوز ميرسي ليك يا حبيب قلبي احكي للناس كده انت عملت ايه احنا عملنا كوكي جولد هوت دوج عملنا ساندويتش فلفل الوان وموتزاريلا وبصل وعملنا سلطه جبنه الماعز الجولد تشيز ميرسي ليك ميرسي ليك شكرا 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 وميرسي ميرسي للشيف يوسف وميرسي لكوكي جولد انهم اختاروا 4 شارع شريف وريستوران 4 شارع شريف يقدموا فيه منتجاتهم الراقية الحلوة جدا جدا بنشكرهم طيب خلونا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع لكم فخر التورنيدو والنهاردة هنتكلم عن السشوار ومعانا خبير التجميل ميرا شريف وموديل كاترين هنشوف منتجات التورنيدو الحلوة خليكم معنا لو سمحتوا
رجعنا لكم مرة تانية، وإحنا كلنا عارفين طبعا تورنيدو، ومن أول لما 4 شارع الشريف بدأ وتورنيدو معنا بمنتجاته الرائعة، منتج وبراند مصري محترم جدا قدر يوصل للعالمية في وقت قياسي وينافس منافسة قوية جدا جدا. لما نقول تورنيدو بنقول الجودة أو الكواليتي العالية في المنتجات مع السعر المناسب. المفاجأة اللي قدمها تورنيدو في بداية السنة دي هي مستلزمات العناية الشخصية، يعني السشوار، مكوة الشعر، في كمان حاجات خاصة بالرجال زي مكنة الحلاقة، الكلام ده كله. احنا دايما اتعودنا ان منتجات تورنيدو بنستخدمها عندنا في الريستوران بتاعنا، بنشوف الميكروويف، البوتاجاز، الفرن، الخلاط، الكلام ده، لكن كمان دايما في فقرات هتبقى دايما يوم الخميس هنشوف منتجات الجديدة الخاصة بالعناية الشخصية من تورنيدو، وهنجربها ونوريها لكم، وهنقول لكم على اوفرز كتيرة وحاجات كتيرة تورنيدو بيقدمها. ودايما في الفقرة دي هيكون معانا خبيرة التجميل ميرا شريف، واحدة طبعا من سكان الشارع وكلكم عارفينها كويس، هتكون دايما مشرفانا وتنورانا وتكلمنا عن منتجات تورنيدو الخاصة بالعناية الشخصية وبالذات العناية بالشعر. وميرا مشرفانا ومنورانا مرة تانية، ازاي؟ ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حل؟ حلو. وجايبين لك النهاردة بقى كاثرين، واحدة من بنات الشارع الحلوين قوي قوي، أول مرة أشوفها منكوشة كده. ما احنا هنظبط، ما تقلقش، ده انت طلع شعرك بايظ خالص، هنصلحهولك دلوقتي هنصلحهولك دلوقتي. طيب ميرا، خلينا كده نبتدي معاكي قبل ما نتكلم عن سشوار تورنيدو. اوكي، قولي لنا كده، اي بنت او سيده بتغسل شعرها وتطلع من الدش وعملت الشامبو والبلسم والكلام ده كله، المفروض تنشف شعرها زي بالفوطه الاول؟ فكره بقى ان انا اخد اصلا الفوطه دي، ده غلط. احنا قلنا احنا قبل كده احنا عندنا نوعين، يا اما الفوطه المايكرو فايبر او تي شيرت قطن بقى عندك في البيت. اوكي، ما بنشفش كده، بلم شعري وهو مبلول بالتي شيرت القطن او الفوطه المايكرو فايبر. اوكي، استنى لما الميه اللي في الشعر تشربها الفوطه او التي شيرت وبعدين ابتدي، ما اسرحش شعري دلوقتي، هجيب الهواء البارد اللي في السشوار، لو انا هعمل شعري بالسشوار الاول بهواء بارد لازم انشفه الاول اخليه. لا احنا يعني انت كده خلصتي مرحله الفوطه. بس انت قلتي ما فيش فوطه، انت قلتي فوطه مايكرو فايبر او تي شيرت قطن. ده ليه؟ عشان خاطر انا مش عايزه اسحب الرطوبه اللي في الشعر، انا عايزه احتفظ بالرطوبه في الشعر. الفوطه بتسحب الرطوبه اللي في الشعر. اوكي، طيب دلوقتي كاثرين قدامنا شعرها هايش، يعني تحسي في هيشان متطاير كده، هتقولنا كده شعر كاثرين تحسي ان هو هايش شويه. فاكيد احنا هي عايزه شعرها يكون لس طبعا ويبقى فيه لمعه. أكيد. من غير ما تستخدم كريمات او من غير ما تحط حاجه فيه عشان تقدر محافظ عليه وتنزل بقى تروح الشغل، تنزل تروح اي مكان. اكيد. ايه الميزه اللي انت شايفاها في السشوار اللي هنستخدمه النهارده من تورنيدو؟ بص، السشوار ده فيه اكتر من ميزه. اول ميزه ان هو فيه حاجه اسمها الكولد شوت، ده اللي انا كنت بقول لك عليها، ان انا عايزه السشوار يبقى فيه هواء بارد عشان قبل ما اعمل لها شعرها انا هنشفه شويه بالهواء البارد. الهواء البارد ده ليه ثلاث مزايا. اول حاجه ان هو هيلثي جدا للشعرايه وبيخليها ان انا ما اثرش عليها بالحراره، فبالتالي ان هي هتنشفها. تاني حاجه ان هي صحيه جدا لفروه الراس. اوكي. تالت حاجه، لا خالص بالعكس، دي بتهدي فروه الراس. تالت حاجه ان انا في الاخر خالص هعمل لها ان انا هثبت لها الفورمه بالهواء البارد ده. اوكي، فهتستخدميه كله هواء بارد النهارده؟ لا، هالاول هواء بارد وبعدين هعمل لها شعرها، هو في ثلاث مستويات طبعا لدرجه الحراره. أوكي. هعمل لها شعرها وبعدين في الاخر خالص هثبت لها الفورمه اللي احنا عملناها بالهواء البارد. طيب الهيشان ده هيروح ازاي؟ بالايونات بقى. ايه بقى ايه قصه الايونات؟ لا دي خطيره بقى، سشوار تورنيدو النهارده اللي هنستخدمه فيه ايونات. بالظبط، الايونات دي بقى فايدتها ان هي عشان الشعر المتطاير ده، عشان البيبي هير اللي بيبقى واقف بالمنظر ده بنقوله عليه مكهرب. ايوه بالظبط، هو بيعالج الموضوع ده كله، وكمان بيخلي الشعرايه بتلمع هيلثي، شكلها حلو. اوكي، طب تعالي بقى نستكشف مع بعض. يلا السشوار ونفتحه كده مع بعض. يلا بينا. هنا عندنا العلبه اهي الخاصه بالسشوار اللي هنستخدمه النهارده من تورنيدو. قالوا لي فيه ميزات كتيره قوي. اول ما فتحنا العلبه لقينا ايه؟ دي القطعه البلاستيك اللي بنوجه بيها الهواء. مظبوط كده، دي اول حاجه امسكيها كده. وبعد كده هنا في شنطه
عشان احافظ على السشوار. في السشوار لان السشوار كمان لما بنسيبه بره ممكن يخش جواه اتربه وحاجات زي كده، فده مش مستحب. فهنا وكمان هيبقى سهل ان انا اتحرك بيه في اي مكان. صحيح. فهنحطه اهو، وفي السفر وكده ففي الشنطه اللي بنحط فيها السشوار بتقفل اهي وتتفتح. ده لطيفه قوي. ممكن نحط كمان هي يعني فرشه والحاجات كلها والكلبس وكلها هيك. وبعدين بقى تعالي نطلع السشوار بتاعنا اهو، هنطلعه من بلاستيك اهو اهو. ايه ده، هما الايدي عامله كده عشان ده بقى اول سشوار يكون دراعه بيتني عشان اخده معايا وانا مسافره. اه فعلا. فما ياخدش مساحه مكان خالص. يعني اعمله ازاي؟ اقول لك كده واحده اوب. فعلا ده شيء لطيف قوي جدا. والسلك اهو، السلك بتاعه، السلك بنشده زي المكنسه وبقفله زي المكنسه. ايه ده فعلا؟ اه. اوبا. بص في هنا علامه حمراء ان انا ما ينفعش اشد بعديها. اوكي. اه العلامه الحمراء دي هتهالي كده. هنا في على السلك علامه حمراء ما اشدش بعديها اول ما تطلع. ادوس على ايه عشان ده يروح؟ اهو في زرار هنا. اه دوسي كده. ده لطيف جدا قوي. دوسي. طيب يبقى ده اول سشوار في كل المواصفات دي مع بعض. بالظبط. السلك اللي ندوس كده على زرار يرجع مره ثانيه، وقلنا بيتني كده اهو جامد بقى لجوه اهو كده، ومعاه الشنطه بتاعته. وكمان دي بتتفك يا شريف عشان اقدر انضفه. اه ده الفلتر. اه ده الفلتر بتاعه. اوكي، أوكي. خليه مش مشكله. هو نظيف لسه زي الفل. طيب ادي السشوار. عايزه سلك طوله قد ايه لغايه العلامه الحمراء؟ اه لغايه العلامه الحمراء ما اشدش عن كده اهو اهو. اتفضل. طيب وبعدين انا هركبه لك هنا في الكهرباء اهو. اشتغل كهربتنا شغاله ولا مش شغاله؟ ها كويس. تمام. كله تمام. طيب نحط بقى الحاجات دي هنا. طيب دلوقتي زي ما قلنا كاثرين شعرها طويل وفي هياشان بعد ما طلعت ونشفته تنشيفه من الحمام شعرها فيها هياشان. هتعملي لها ايه؟ وشعرها ما لهوش اي حاجه. شعرها مع الحاجتين. ها عايزاه يبقى ليس. اوكي خلاص. عينينا. اتفضلي. طيب انا الاول هستعمل الكول شوت زي ما قلت لك زي ما قلت. عشان عشان خاطر ان انا دي الطريقه الصحيه عشان خاطر اعمل شعري. اوكي. اللي هو اسقع حاجه في الفطار، مفيش سخونيه في الاول. ممكن تلفي كده. ايوه. وميرا شغاله. انا عايز اوريكم خليكم الكادر زي ما هو. الحاجات دي كلها هنتكلم عليها في الاسابيع الجايه. في اشكال تانية للسشوار، في فارد الشعر، وفي المكوه الشعر. الكلام ده كله هنستخدمه، هتشوفوه دايما معانا في فقره تورنيدو. وبتروحي لما بقسم شعرها، هاخد خصله خصله واعمل لها شعرها كده. انت نشفتيه بالكول شوت. بالكول شوت هتبتدي بقى تستخدمي الاسخن. ها بالظبط كده. اوكي هنلف بقى الكرسي ناحيه تانية. لا لا كده. ايوه يس. كمان كاثرين يس. اوكي هنبتدي بقى نستخدم الايه الاسخن. كاثرين احنا قلنا بقى هنا الايونات اللي في السشوار تورنيدو دي اللي لو في اي هياشان الهياشان بيروح، او بنقول الشعر مكهرب. هنعمل نص الشعر بس عشان هي شعرها هنقعد الحلقه كلها نعمله لو عملناه. اوكي انا شايفك ما بتلزقيش. لا بتلزقيه. لا هو كمان الهواء بتاعه لما تيجي تمسك الشعريه مش بتتلسع، مش بتلسع يعني ايدك مش بتتلسع منها. أوكي. فده معناه ان هو هيحافظ على الشعريه مش هيبهدلها. أوكي. اوكي انا ممكن اساعدك. انا ممكن امسك لك انا السشوار وانت تعملي بالفرشه، ايه رايك؟ اوكي. عايزه بس انا بالنسبه لي انا اسهل ان انا امسك. اني مرحله انا بعملها؟ ايوه تاني واحده. يلا يعني اشري مساعد كوافير اهو. لا خليكي كده يا كاترين. لسه كده لسه مية واحدة عشان يكون كنترول. أنا ماشي صح؟ مع الفرشة. مع الفرشة.
اوكي. اوكي. فعلا ما فيش هي شيء خالص. الشعرية كمان تيجي طرية جدا. اوكي. اوكي. بص كمان لو لاحظت ان الايانات اللي كنا بنتكلم عليها هي اللي بتخلي فيه لمعه في الشعر. في لمعه في الشعر، انا لسه كنت هقول لك احنا مش حاطين اي حاجه. في لمعه. طب هات لنا بقى الخصله دي قدام. قدام كده اهو. بصوا بقى الفرق. معلش انا عايزك تفردي لها شعرها. اوكي. بصوا بقى الفرق بين الناحيه اللي عملناها بالسشوار والناحيه اللي ما اتعملتش. بصوا هنا الهيشان قد ايه. بصوا هنا ما فيش اي هيشان. اوكي. تعرفي تعملي لنفسك؟ يلا ورينا عشان الناس تتعلم تستخدمه بنفسها. اتفضلي اهو المرايه. الشعر. اوكي. مش هنقول لهم ما يروحوش للكوافير ولا لحد يعملوه بنفسهم في البيت. ده هيسهل كمان على بنات وستات كتير قوي. اوكي. اعملي الحته اللي قدام دي. يس. بس هي بتلزق السشوار قوي. لا هي المفروض ما تلزقش السشوار. نبعد بس سنتي 2 سنتي بالكثير زي ما انا كنت بعمل. كمان مره. ايوه حلوه قوي قوي قوي. هو سهل وخفيف كمان. هنا اعملي لها الحته اللي فوق اللي مش طايله. عشان اي كان. هي مش طايله دي. انت يا كاترين الحته اللي فوق اهي. اوكي. يبقى كده النهارده اتعرفنا على سشوار تورنيدو اللي قلنا فيه السلك بتاعه بنطلعه زي ما شفتوا ازاي، بندوس على زرار السلك بيرجع مره ثانيه زي المكنسه. وعندنا الدراع الخاص بالسشوار بالتيني عشان بيبقى سهل في السفر. السشوار كمان معاه شنطه ممكن تحطوا فيها السشوار والفرشه والكليبسات بتاعت الشعر والبنس والتوك والكلام ده كله. سشوار النهارده اللي استخدمناه فيها في الايونات اللي ما بتخليش الشعر هايش او مكهرب. هنا كمان باين قوي في يعني بص الجنب ده باين قوي دلوقتي لما عملت لها. أوكي. اللمعه باينه والطريان. هي حكايه اللمعه دي الجديده بقى. حلوه قوي فعلا. انت مش حاطه اي كريم مش حاطه اي حاجه والشعر مش اي حاجه خالص فيه لمعه. اوكي. بشكرك يا ميرا. العافيه يا شرفتيني نورتيني. ميرسي. كالعاده ميرسي. هنشوفك بقى دايما مع تورنيدو إن شاء الله. وكل مره نتكلم عن منتج من المنتجات. ان شاء الله. مبسوطه بس بعد ما نخلص هتخليكي تكملي شعرك عشان تخرجي بتاعك. شكرا كاترين ميرسي. كانت الموديل واحده من المودلز الخاصين باربعه شارع شريف كانت معانا النهارده مع ميرا شريف خبيره التجميل. وعايز بس اقول ان في عروض خاصه لمنتجات العنايه الشخصيه لغايه اخر شهر سبتمبر شهر 9. الاماكن اللي بتبيع تورنيدو هتلاقوا في عروض خاصه جدا جدا لمنتجات العنايه الشخصيه. وزي ما قلنا في السشوار، في فرد الشعر، المكوى، في حاجات بتعمل كيرلي، في مكان الحلاقه الرجالي، في حاجات كتيره قوي من تورنيدو هتلاقوها متوفره في السوق. تعالوا بقى ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم ونلعب شويه زومبا مع مي عادل ومعانا النهارده شيماء. خليكم معانا لو سمحتوا.
العظمه العظمه يا مي، مش معقوله الحاجات اللي بتعمليها معانا جينا. بونسوار. بونسوار. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله حلو؟ الحمد لله. كله لطيف؟ انت اخبارك ايه؟ الاغنيه دي ايه؟ ايه بمعنى ايه؟ دي إيه؟ لا إيه بيقول ايه؟ يعني لاتينو؟ ان دي جاتو. ايه ده يعني ايه ده؟ انا عارفه بقى هنرقص. عايزين جيلاتي شكلها كده. اخبارك انت خاسه؟ اه. عايزه تخسي اكتر من كده؟ اه. لا خليكي كده. لا خسي شويه بس. خليكي شويه. انتوا في كل حالاتكم حلوين. هنسمع ايه دلوقتي؟ يلا نخش على اللي بعدها. اسمها ريجاتونيستا. ريجاتونيستا؟ اه دي انا عارفها كويس قوي. يا فاشونيستا مزيكا. النهارده الحركات حلوه. هي سين ومروقين. لا لا والحركات حلوه كلها جديده. ايوه ما هي التراك ده ريجيتون وسالسا مع بعض. ايه ريجيتون ده؟ ريجيتون اللي هو الحاجات اللي فيها اوكي الباور دي وسالسا. لا بس في الاول برضو التراك الاولاني عجبني فيه شويه حاجات كده عملتوها. ايوه مش عارفه فعلا النهارده الموفز عشان خاطرك جايين مجددين. معقوله كده؟ احرجتيني احرجتيني. طب نخش على التراك الثالث؟ يلا بينا. يلا جاهزين ولا عايزين تاخدوا؟ لا جاهزين. تشموا نفس. طب نزلوا لنا الانستجرام الخاص بمي على الشاشه، اي حد عايز يتواصل معاها ممكن تتواصلوا معاها وتشوفوا الكورسات الخاصه بيها وبتعمل كلاسز الزومبا فين من خلال الفيسبوك والانستجرام. نشوف اخر تراك؟ يلا بينا. يلا بينا. ميرسي حبيبتي. مزيكا. I fly back to the islands, one check bag for the diamonds. I like moving in silence, too much kryptonitis. I might just go ghost, kick ass but when I flow. They think but they don't know how I stay on my toes, 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 toes. I stay on my toes, 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 toes. I wanna get out, get out, get out, get out, get out, get out. I wanna get out, get out, get out, get out, get out, get out. I wanna clap, clap, clap. I wanna sweat, sweat, sweat.
Some of that pom pom, beat that thing like a drum drum. When they call, they gon' con con, like ring ring. They pull up, like hello. Can you catch it when I throw it back? Slow, make sure that you show up with that 1-2-1-2. Hit that 3-4-3-4, more like seesaw, seesaw with no detour, detour. I wanna get out, get out, get out, get out, get out, get out. I wanna get out, get out, get out, get out, get out, get out. I wanna clap. Get out, get out, get out, get out. I wanna clap. شاطرين يا بنات، نورتوني كالعاده. ثانك يو ثانك يو ثانك يو، ميرسي ليكم. طيب بعد ما شفنا ماي عاد النهارده ومعاها شيماء وعملوا ثلاث تراكات زومبا احلى من بعض، خلينا ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع ندى زنانيري، خليكم معانا لو سمحتوا. بقى رجعنا لكم مره ثانيه مع ندى زنانيري، مشرفانا النهارده كده وهتكلمنا عن الفساتين السواري. اهلا بيك. اهلا يا شيخ يا برنسست الشارع، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. قبل ما نبتدي كلامنا خلينا نقول اي حد عايز يتواصل مع ندى زنانيري ممكن تبعتوا لها على الانستجرام او الفيسبوك الخاص بيها. ندى بتعمل كورسز اللي هي علاقه بالستايلينج وبتبقى من خلال زوم. مظبوط، عشان طبعا دلوقتي كورونا بقى شيء. احكي لنا الكورس فيه. الكورس بندي فيه ايه؟ من اول ما بعرف شكل جسمي، ليه؟ لانه مهم جدا نعرف شكل جسمنا، فاعرف ازاي اختار القطع المناسبه على شكل جسمي، بعرف اني ستايل انا. يعني مثلا انا حد بيلبس بيعرف يركب الوان، طب انا اكلاكتيك، انا بلبس ترندي قوي، انا حد كلاسيك، طب انا عندي ستايل كلاسيك وعايزه اغير، فبنزل المحلات بشوف حاجات حلوه بس ما بعرفش اشتري. طب ازاي اتعلم احافظ على الستايل بتاعي والسيجنتشر بتاعتي بس اضيف لي ستايل مختلف؟ ازاي اخد من الدولاب بتاعي واغير منه؟ ازاي كل قطعه اتعلم البسها بشكل مختلف؟ ازاي اختار الالوان اللي بتناسب بشرتي؟ يعني في حاجه اسمها انا بحب اللون ده واللون ده بيليق عليا ولا لا؟ هل اللون ده موضة فأنزل بسرعة أجيبه وبس لما ألبسه أحس أن أنا مطفية شوية؟ يبقى لا، يبقى هجيب درجة تانية منه. فكرة دمج الألوان، فكرة لما أنزل أعمل شوبينج أعمله إزاي عشان يكون مقتصد وسريع؟ طب لو أنا بشتري أونلاين أنا كده أطلب ميديوم أو لارج؟ لا، إزاي أعرف أخد مقاساتي وأنا بشتري؟ ازاي افهم في الخامات علشان لما اسال المحل اللي انا بشتري منه الخامه دي ايه ويرد عليا ابقى انا عارفه الخامه دي مناسبه ليا ولا لا؟ الاكسسوار، ازاي بستعمل الاكسسوار بتاعي؟ ازاي اغير من شكل الطقم بتاعي؟ كم حصه؟ اربع حصص، وكل مره ثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونص، وعمره ما بيبقى كده، هو دايما بيبقى اربع شويه. ايوه اوكي. طيب ممكن تتواصلوا مع ندى مره ثانيه على
الفيسبوك او الانستجرام الخاص بيها تعرفوا مواعيد الكورس والكلام ده كله الخاص بيها. طيب احكي لنا بقى النهارده. طيب هنبتدي النهارده نتكلم على السواريهات. احنا عارفين ان احنا في موسم افراح دايما يا شريف في اخر الصيف بيبقى موسم الافراح، الناس خلاص رجعت من المصيف. الجو في مصر دلوقتي الشهر ده حلو جدا جدا، للاسف عشان لسه في كورونا فاحنا بنعمل الافراح بتاعتنا في الاوبن اير، سواء الظهر سواء بالليل بنعمله في الهواء علشان التجمعات طبعا واحنا عارفين. طيب انا دلوقتي عندي فرح، مبدئيا كلمه فرح بتقول ان هو فستان سواري، عشان الستات اللي ساعات بتسال تقول لي طب اصل الفرح الظهر هروح لابسه ايه؟ هتلبسي فستان سواري. ليه؟ لانه انت رايحه فرح، في العروسه لابسه فستان فرح، يعني اذا كل الناس، العريس لابس بدله العريس، اذا احنا لابسين ملتزمين بالزي بتاع المناسبه اللي احنا رايحين فيه. بس ممكن يبقى خف شويه؟ كنت لسه هقول، هو بس احنا هنراعي ايه بقى؟ هنراعي الجزمه بتاعتنا، يعني لو هي في جنينه هنراعي انه ما نلبس التلون بتاعنا او الكعب بتاعنا يكون رفيع قوي لو احنا هنبقى في نجيله هتغرز. دي حاجه هتغرز. مالك فرحان كده ليه؟ معقوله الفرحه اللي عنده تخلي ماشي يا بقى في الجنينه ولسه هتتقشر الجزمه وتترمط ولا ايه؟ فرحه شريف ساعات يا جماعه معرفش بيفرح في الستات. لا انا شفت انا حاسه انك شفت عندك ميموري معايا. قضيت بيت الفرح من غير الجزمه عايز اقول لك. انا ضد القصه دي على فكره، وانا بحب البس من الاول الصح يا شريف، مش كلمه انا بحب، يعني انا شخصيا لا، في حاجات صح وغلط اصول، وفي اصول للمكان اللي انا رايحه. انا رايحه فرح، من الاول هنقي جزمه تناسبني، الجزمه تكون مريحاني عشان افضل بيها طول الفرح. صحيح. بمعنى انه مثلا انقي الكعب الواجي، الكعب الواجي اللي هو بيبتدي تخين وبيكبر شويه بس ما بيبقاش تقريبا زي اللي انا لابساه، بس بيبقى كله مكمل وبيبقى مريح جدا. الكعب العريض ما اجيبش الكعب الرفيع قوي اللي مش هعرف افضل واقفه بيه او ان انا هغرز في النجيله. أوكي. طيب دي تيب صغير. انت قلت بس انا ما عنديش الفرحه دي. اوكي. مش طبيعي. طيب الحاجه الثانيه يا شريف، ما اروحش لابسه فستان بديل. لانه اولا فستاني هيتبهدل، وانا ضد فكره انه انا اجيب الفستان البسه مره واحده. عايز اسالك حاجه. طبعا. الفساتين اللي بديل. مش عارف، انا حاسس ان بس العروسه هي المفروض تبقى لابسه فستان بديل، لكن واحده معزومه او ماشيه بديل كده. لو القاعة كبيرة، وده مش وقته دلوقتي خصوصا في كورونا، بس لو القاعة كبيرة والفرح كبير قوي ممكن يبقى عندي شوية ديل، لأنه بيدي إليجنسي للفستان. بس مفيش داعي إنه أمشي ورايا ديل متر. هيبقى شوية دوران أطول شوية من قدام، بس شوية على الأرض تبقى حاجة خفيفة. بس أنا لو في جنينة ما أقدرش أعمل كده، أولا هبهدل فستاني هتغرز أكتر. انا ساعات بشوف حاجات بصراحه بتضحك، يعني مش هتضحك. انا ملاحظ ان انت بتروح الافراح بتقعد مركز قوي، يعني انت بتعمل زيي ولا ايه؟ بتعمل زيي؟ انا بركز. ليه لابسه الكعب ده؟ الكعب ده هيغرز دلوقتي. هي غرزت. انا عايز اقول لك حاجه، هي غرزت بالديل بالكعب، يعني الكعب نزل في الديل دي المشكله الثانيه يا شريف، انه الكعب بيمسك في الديل فممكن اقطع الفستان بتاعي. بعطينا بقى تعرف. الفكرة دي مش هتعدي على خير. الفكرة دي مش هتعدي على خير فعلا. شريف بهدل لنا الفستان، انا عايزه نحافظ على الفستان بتاعنا. اوكي؟ ما لبست الفستان، طيب انا ما عنديش ديل. يقف فين طول الفستان؟ لازم وش الصندال او وش الجزمه بتاعي يبان. ما ينفعش ان الفستان بتاعي وانا واقفه يكون دوران الفستان كله لامس الارض، لانه ده غلط. انا اقصر الفستان حتى لو هقصره بس من قدام، لازم وانا واقفه يبقى الصندال بتاعي وبوز الجزمة باينين. حاجة كمان بس دي حتة يعني بروتوكول شوية، أبدا ما امسك الفستان بتاعي، يعني وأنا طالعة سلمة معدية. بس بعض الأحيان بيبقى صعب قوي. لا معلش فعلا؟ معلش. يبقى أنا من الأول أنا ما نقتش القماشة بتاعت فستاني مظبوط. هنا بقى هنا عندنا المشكلة. كلمينا عن تنقية القماشة بقى. بس ده غلط، حتى العروسه يا شريف مش مفروض تمسك فستانها، لان المفروض ان هي طلعت سلم. لا
ده بيبقى فستان لا ما تعملوش ثقيل قوي بقى كده يا شريف عشان تعرف تتحرك وتعرف تمشي. مش صح رفعه الفستان كده شكلها مش حلو. ماشي. اوكي مش اصول. اوكي طيب هنتكلم على القماشات وانا بتكلم على القماشات هتكلم كمان على الموديلات. فانا هنشوف الصور حدمك شويه بالظبط حدمك شويه ازاي نختار على جسمنا وازاي نختار القماشه بتاعتنا. يلا نشوف يلا. اول صوره مع أول بعض صورة ونتناقش فيها ونشوف الموديل مع القماشه. طيب لو انا حد عنده كتف كنز يعني انا كتافي كنزه ده موديل يسمح لي ان احنا عرفنا انه جسمنا عباره عن خطوط طوليه او خطوط عرضيه. اول ما هبتدي اخد الخط بالعرض على كتفي فانا بعرض كتافي. اراعي جدا ان الموديل ده ما بيستحبش مع حد كتافه عريضه. طيب انا ممكن الصوره اللي بعدها. لو انا مثلا عندي عايزه اعمل حاجه سامبروتال ممكن اكسر يعني الموديل بتاعي من غير حملات او بحملات رفيعه بس اللي هو من غير حملات. طيب انا ممكن اغير في الموديل شويه. لو انا عايزه يبقى عندي الكتف عريان ممكن اعمل كتف يبقى عندي كتف وكتف. فانا هنا كسرت الحديه بتاعه الخط المستقيم بتاع الكتاف اللي هو هيبين عرض كتافي. احنا شايفين الفرق ما بين الشمال واليمين. الشمال عندها مساحة الأكتاف باينة جدا لما عملتها في اليمين ولبست كم فيها الموديل شكله اختلف وقطعت الخط المستقيم. أوكي. نتكلم على القماشة اللي على اليمين ده ساتان. نخلي بالنا جدا من القماشة مش كده؟ ماشي هتقولنا قبلها. أنا أسف قلت لكم غير. نخلي بالنا جدا من القماشة الساتان. احنا شايفين اللي على اليمين هنا ما بنتكلمش في ألوان فاتح أو غامق لأن احنا اتفقنا أنه الألوان ما بتغيرش من شكل جسمي. أوكي؟ يعني الأسود هو زي الأبيض لو أنا لابسة الموديل مظبوط. أنا ممكن الأبيض يرفعني والأسود يدخلني. طيب لما نكون عايزين نلبس قماشة نكون عايزين نلبس فستان معمول بدرابي إيه الخامات اللي احنا ممكن نستخدمها؟ فهمي معلش بس الناس الدرابي اللي هو إيه؟ ما أنا هشرح. الدرابية زي ما احنا شايفين السحبة اللي على الوسط. يعني ايه؟ يعني القماش بيكون فيه كسر رايحة في اتجاه نص دايرة كده شوية. مظبوط. اهم حاجة ان احنا نشوف الاتجاه رايح فين. زي ما قلنا عندنا اتجاه لكتفنا يبقى ده هيعرض كتفنا. لو احنا اخدنا الدرابيهات او الخطوط المستقيمة في القماش يبقى ده هيعرض منطقة البطن ومنطقة الارداف. لما اخد الحاجه مسحوبه اخد الدرابي مسحوب على منطقه البطن ده هيبين رفع ومش هيبين عرض. يبقى دايما اللي واخد زاويه احسن بكتير من اللي واخد بالعرض. طول ما احنا ماشيين هنتكلم على حاجات. شوف الصوره اللي بعدها. طبعا الصوره اللي بعدها لو سمحتوا. نيجي للكمام. طيب هي شويه فساتين حلوين قوي. انا عايزه يبقى عندي الموديل بتاع الفستان بتاعي سامبل خالص وعايزه يبقى عندي شكل في الكمام. وهقول لكم الفستان ده لو لبستوه تقدروا بعد كده تفكوا الكمام ويبقى عندكم الفستان. احط عليه شال ملون، احط عليه اكسسوارز مختلفه، اركب له كم بطريقه تانية فاغير في الفستان بتاعي اقدر استخدمه. افتح الفتحه بتاعته اكتر شويه والبس من تحت لون تشيل يعمل ماتشنج معاه او حته مترزه فبقى نفس الفستان بتاعي انا عرفت البسه في فرح مختلف. طيب هتكلم على التشيل. التشيل من الخامات الخامه الخفيفه جدا وطيعه جدا في التفصيل وبتناسب اجسام كتيره. ليه؟ عشان انا ما بعتمدش على التشيل في الموديل. انا بعتمد على ايه؟ على الفستان الاصلي اللي هو بيبقى موجود الساتان اللي هو بيبقى ماسك نفسه. هنا بستخدم ساتان ماسك نفسه مش ساتان حرير. بعمل الفستان بتاعي براعي الموديل اللي بيناسبني وبعدين التول بيبقى فوقيه مكمل عليه لانه خامه خفيفه فيها الوان كتير قوي عمره ما بيدي سمك للجسم فما بيديش تخانه. اوكي طيب لما انا عندي خطوط عرضيه في الجيب بتاعه الفستان بتاعي هل الخطوط العرضيه دي انا محكومه بانه اختار النسبه والتناسب ما بين كل خط وخط؟ في التول هو الوحيد اللي ما بيفرقش. ليه؟ لانها الخامه خفيفه جدا شفافه جدا فحتى لو عندي خطوط بالخياطه هتعمل لي منظر في الجيب بتاعتي ما
مش هتفرق لانه مش هتديني عرض، خصوصا ان هي جايه خلاص عند منطقه الرجلين، فدي حاجه مش هتعرضني. اوكي، عايز اسالك حاجه هذا. اتفضل. في ستان وفي تفته وفي شانتون جايه لك، هتقولي عليهم. لا لو انت كندا نازله تشتري فستان، تفضلي اي خامه في الثلاثه؟ اوكي، لو الساتان لازم اكون عارفه انا هعمل ايه بالموديل بالساتان، وعارفه ان انا مثلا انا مقرره ان انا عايزه اعمل فستان، بس انا مش هعمل فستان ضيق، يبقى وقتها طب انا الساتان هينفعني، انا مش هعمله ضيق. الساتان ما ينفعش يمسك على الجسم. طيب هل الساتان كله خامه واحده؟ لا، في ساتان حرير اللي هو خفيف قوي قوي قوي، ده ما اقدرش اعتمد عليه، وده لو انا مليانه شويه ده هيبين لي ديفوهاتي. ده زي شيفون شويه من كتر ما بيبقى، بس هو مش شفاف، هو مش شفاف هو آه هو سوا فخفيف قوي قوي، خامه طريه جدا، فاول ما احطها على الجسم بتبين كل حاجه. بس ممكن استخدمه لو انا هعمل فيه شويه درابي، هبقى عامله وقتها مش هعتمد عليه، هعمل بطانتي هستخدمها برضو من الساتان، بس ساتان دوشاس اللي هو ماسك نفسه، وهعمل البالينات، وهتبقى الفستان بتاعي الاصلي هو اللي متبطن ومحطوط له فازلين، هيفهموني اللي بيفصله، محطوط له فازلين وملزوق ومتركب البالينات بتاعتي، والساتان هيجي خامه بس انا عايزه منها اللون واللمعه. ممكن استعملها في الكمام لو انا عايزه اعمل فستان كمامه طيب واسعه وفضفاضه. التفته بقى، التفته قماشه ماسكه نفسها جدا وما بتلمعش، ما بتلمعش، وما اقدرش اعملها قوي فستان ضيق، ما بيطلعش حلو. ليه؟ لان هو هيجي من عند منطقه الارداف وهينزل خط مستقيم، ما هواش خامه لينه. انا بستعمله امتى بقى التفته؟ لما يكون عندي عايز اعمل كورساج وعندي بالينات فيه، وهعمل الجوب على وسع. التفته من الخامات اللي بتحب الوسع لانها خامه غنيه، فلما بتعمله في قماشه ضيقه ما بيبانش غناوه القماش. طب والشانتونج؟ اوكي، الشانتونج ما بين الساتان وما بين التفته، الشانتونج ماسك نفسه بس اخف كتير من الشانتونج. الشانتونج خامه قويه راقيه جدا. طبعا طبعا، عشان كده بقول لك ايه، الفستان محتاج يبقى فيه قماش كتير، الفستان محتاج يبقى غني لانه الخامه غنيه. اوكي اوكي، ده الفرق هنا ما بين الاثنين. طول اللي على اليمين هي الخامه الخفيفه المهدله، الخامه على الشمال هي ماسكه نفسها شويه، فاخلي بالي وانا رايحه اشتري الخامه انا بجيب الخفيفه منها ولا اللي ماسكه نفسها، عشان ما افوجئش انه الفستان نفش وانا قلت ايه ده انا جايبه تيول خفيف، انا ليه الفستان نفش مني. احنا برضو لازم واحنا بنشتري القماش نبقى فاهمين. شوف الصوره اللي بعدها. طيب الصوره اللي بعدها مهمه جدا ان احنا نفرق ما بين الاثنين. الاثنين تقريبا نفس الموديل، في الجوب مكمله فولونات. اوكي، خلينا نبص على نص الفستان اللي فوق. في واحده لابساه سان بروتيل، واحدة لابساه اللي هو الفي وطالع على الكتاف. ايه الفرق بين الاثنين، او امتى اقول انا هختار الموديل ده او انا هختار الموديل ده؟ على حسب شكل جسمي. لو انا منطقة الصدر عندي من فوق من الوسط لحد الكتف هي منطقة كنز عندي، اسهل ان احنا نعرفها ان انا وسطي عالي. لو انا حد وسطه عالي يبقى ما البس ابدا حاجة سان بروتيل. ليه؟ عشان في الاخر الفستان هيبقى زي ما احنا شايفين المساحه صغيره جدا ما بين الصدر والوسط، فبانت ان هي كنزه جدا، وبعدين نزل الجيب طويله، عمل ايه؟ عمل مفيش انسيابيه ما بين نص الجسم اللي فوق ونص الجسم اللي تحت، بعكس ما احنا شايفين الفستان اللي جنبها لما طولنا. هنرجع تاني نقول الخطوط الطوليه، فانا لما اخدت سبعه واخدت من عند الفرانس من عند وسطي وطلعت بيها لحد الكتف، فعملت مساحه فرفعت منطقه الصدر وطولتها. هنا بنقول نبص كده مع بعض انه كل واحد بتبقى عنده قصه محببه بتبقى اللي لايقه اكتر على شكل جسمه، ومهم جدا ان احنا نختار شكل جسمنا من فوق، ده مهم جدا. المنطقه اللي تحت بتيجي، بس اللي فوق بتيجي الاول، لانه زي ما قلنا يا شريف انت لما بتخش على حد بتخش عليه بوشك
بكتفك صحيح. بنصك الفوقاني وبعدين بيجي النص التحتاني. فمهم قوي ان احنا نهتم بالمنطقة اللي فوق ونشوف ايه اللي مناسب لينا. يعني مثلا اللي على الشمال خالص فوق في هنا شغل على الكتاف وعندي درابي خفيف جاي على الصدر ساحب الصدر وعندي بولات مشغولة من هنا. ده معناها انه انا كتافي صغيرة فانا حبيت احط زي ابليك على الكتاف فهي هتديني شوية عرض. وعملت ايه كمان؟ لو انا عندي منطقة الصدر كبيرة شوية العين راحت على الكتاف ما بقتش بتبص قوي على الصدر. لو انا عندي صدر شوية صغير يسمح لي ان انا زي الصورة اللي بعدها يسمح لي ان انا يبقى عندي فولان على منطقة الصدر. خلي بالنا ان الفولان احنا قلنا اي قماشة بتيجي على قماشة تانية بيبقى في مساحة ما بينهم بتكبر شوية المنطقة دي. فده هنا يستحسن ان الصدر يكون صغير. طيب اللي بعدها يستحسن ان انا ما تكونش برضو كتافي عريضة جدا لان الهالتر ناك لما هيجي هنا هيبين كل كتافي. ده الاصعب وده اللي دايما بشوف ستات كتيرة مش موفقة فيه في اختيارهم بيبقوا منقين. عارف ليه يا شريف؟ علشان عايز جسم مظبوط. علشان طيب غير انه جسم مظبوط انا بلبس مقاس ميديوم فبشوف انه اي فستان ميديوم هيطلع ما دام قفل عليا ومقاسه كويس يبقى هو بتاعي. لا لا, لا. لانه انا ميديوم ازاي؟ انا ميديوم عندي مقاسات عندي بروبورشن عندي حته اكبر من حته حته مش متوازنه مع حته حته مظبوطه انا عايزه ابرزها. يبقى هو هنا بنيجي نفكر مش انا مقاسي الفستان قفل عليا يبقى هو بس ده عايز جسم مناسب كله متناسق زياده عن اللزوم موديل. ليه كده يا شيخ؟ لا الشنكري ده لازم يبقى مظبوط. ليه يا شيخ؟ او في ناس عادله بتلبس غلط. طب انا عايزه اقول لك ان هي لو كتافها كنزه ولبست الشنكري اوكي وهي ما عندهاش كتاف ما عندهاش مشكله وما عندهاش دراعات بالعكس هيبقى حلو جدا عليها. ممكن تكون ان هي بير شيب يعني مع كنزه من فوق وعريضه شويه من تحت. هي جسم كوميترا. طب ما انا هلعب في الموديل من تحت وهديله وسع وهديله لايرز وحاجات كده وهعمل كاموفلاج ومش هبين ان انا جسمي عندي مليان طيب. شويه من تحت. احنا هنتوقف عند هذه الصوره وناخد فاصل ونرجع نكمل. أوكي. ممكن؟ ممكن. يلا فاصل نرجع لكم مع ندى خليكم معانا لو سمحتوا. رجعنا لكم مرة تانية مع ندى زنانيري بنتكلم عن الأقمشة والموديلات الخاصة بالفساتين السواري للبنات والسيدات. وندى منورة كالعادة. احنا قبل بس ما نبتدي تاني اي حد عايز يتواصل مع ندى زنانيري ممكن تبعتوا لها على فيسبوك او انستجرام الموجودين على الشاشة. احنا اخر حاجة كنا بنتفرج على صورة مجمعة فيها أيوة. موديلات كتيرة خاصة بالجزء العلوي الجزء العلوي للفستان مظبوط. شفنا كتف وكيف الكتف شفنا الشانكري شفنا الحاجات اللي فيها ابليك من فوق او ايبولات اللي بتعرض الكلام ده. هنحط الصورة دي تاني وكمل لنا بقية الكلام عليها. اتفضلوا ورونا الصورة. يلا طيب الفستان اللي فوق خالص على اليمين الاسود هو باين من شكله انه عندي فولونات في الكتف نازلة على الدرعات فهو باين اهو. طب هو فستان اسود هل هو معرضها؟ اه هو معرضها مع انه اسود صح. يبقى نرجع تاني لنظريه انه الاسود مش هو اللي هيخليني عشان بتضايق قوي يا شريف ان كل الناس بتروح الافراح هلبس فستان اسود ليه؟ يعني ليه هنلبس اسود ليه؟ لا اصل الاسود بيلم لا اصل الاسود بيرفع. ما هو اني اسود ما هو اني احمر ما هو اني ابيض ما هو اني ذهبي. كمان فكرة الاسود الكتير مش دايما فكرة حلوة صح. وبنروح الفرح نلاقي كل الناس لابسين اسود فبالعكس انا بيبقى حاسة انه طب انا لما لبست اسود طب انا شكلي ما بانش والفستان بتاعي حلاوته ما بانتش. فانا دايما بنصح الستات انه البسوا فساتين ملونة صح انا معاك. اوكي طيب يبقى زي ما احنا شايفين ان الفستان الاسود كان غير مناسب خالص لان هو اداها عرض من على الكتاف واداها زيادة
ضخامة في حجم الدراع لأنه الفولونات نزلت ونزلت بينت أن الكتف ساقط، بينت أنه هي كتفها مليان وساقط. الأصفر؟ نبص، لا هاخد من الشمال. من الشمال أوكي. يلا. البروتيل واللي هو بيبقى في أوكي؟ حمالات؟ في بروتيل الحمالات، ممكن الحمالات تبقى على خط مستقيم اللي هو سان بروتيل، وممكن تبقى على شكل القلب، وممكن تبقى على شكل الفي. دايما بقول انه الشكل الفي بيليق على كل الاجسام. ليه؟ لانه انا طولت منطقه الرقبه، الفي بتاعتي مغطيه منطقه الصدر زي ما انا عايزه، ما ادانيش عرض. الحته اللي تحت الباط ما بين الصدر وتحت الباط فهي حته متغطيه، ما عنديش فيها ديفو، اقدر العب في الموديل ده كتير. وكل القماشات بتتعمل من الشيب ده، وسبيشلي لو حلو قوي لو عندنا دونتال ونعمله انكلوستي اللي هو بنسيب الدونتال اخر طرف منه بنفرغه. يبقى متفرغ وطالع على الجسم نفسه. شايفين الاسود انه بصوا هنا قد ايه الموديل رفيعه، بس احنا حاسين انه الخط بتاع الفستان اللي بالعرض ماشي مع الخط بتاع كتافها، بقت كتافها كمان عريضة جدا وبقت خط مستقيم. لو لبست في مش هتحس ان هي خط مستقيم، بس العين بتاخد الخط الواضح قدامها وبتمشي الخطوط عليها. أوكي. يعني عيني جابت خط الفستان ومشيتها مع خط الكتف. أوكي. الفستان اللي بعده الأحمر اللي بعده، رغم ان الموديل رفيعة بس احنا حاسين ان هي ضخمها جدا، فبقت باينة ايه؟ باينة ان هي رفيعة من تحت وضخمة جدا من فوق. هي جسمها مش كده، هي جسمها مستطيل، هي ريكتانجل صريح، الموديل دي معروفة. بس هي لما لبست الفستان ده عرضها. طب هو ليه عرضها غير البولونات؟ خامة القماش. أوكي. يعني لو كانت عملت الخامة دي مثلا من شيفون خفيف قوي او دونتال خفيف هدل، ما كانش هتديني الاحساس بالاجنحة اللي هي طالعة من كتفها. أوكي. الاصفر ده حل للاسود لو انا عايزه البس سون بروتيل. طب ما انا ممكن اعمل فيه موديل انه اطلع منه موديل يكون يكسر لي الخط المستقيم، اعمل منه بوزه طالعه فبقى عندي موديل كسرت الخط المستقيم، انا هنا مش شايفه انه عرض كتافها زي ما انا شايفاه صريح في الاسود. اوكي كده شفنا الصور اللي معانا النهارده. في حاجات تانية انت محضراها خاصة بالموديل الدرابي هنعملها المرة الجاية؟ في كتير هنعملهم المرة الجاية علشان نقول كمان بالتفاصيل. ميرسي يا ندى، ميرسي يا شيف، نورتي كالعادة. شكرا لندى زنانيري، يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهاردة في حلقة نهاية الأسبوع. بكرة الجمعة أجازة البرنامج، نكون معكم على خير إن شاء الله في نفس ميعادنا يوم السبت. شكرا ليكم، باي باي.